رح تاخدي 5 مليون ليرة. شو رأيك؟ بعتقد مبلغ ما بتحلمي فيه بعشر سنوات شغل بعد ما تتخرجي من الجامعة، مو هيك؟ أكيد، ولا حتى بعشرين سنة. شافي قديش أنا كريم وحباب ولطيف؟ رح تكوني عرفت غيب. نعم؟ رح تبلشي من بكرة تحكي لأهلك ولزملائك وأصدقائك بالجامعة على أنه في أشياء عم بتشوفيها من شهور عم بتصير حرفياً، وبدي إياكي هيك تنشري مجموعة قصص وحكاية على أنه أنت في عندك شكل من أشكال قراءة المستقبل أو شيء من هذا النوع. إيه؟ بس وين الشغل؟ بقصد أنه هذا هو الشغل. لا تطلعي في كتير، هي المرحلة الأولى بشغلنا، وبتصوري تنفيذها بسيط وسهل كتير، بعديها منتقل للتانية. ايه، وامتى بننتقل للمرحلة الثانية؟ أنا بخبرك، وما في داعي تتعبي حالك بتفكير الانتظار، ولحتى ترتاحي فيك تعتبري حالك بأنه بلشت الشغل، والمهمة اللي كلفتك فيها هي الخطوة الأولى بس.